الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا. المحاضرة التي الدرس الذي مضى كان أوشك على النهاية في مسألة الكناية عن النسبة، وتركت فيه بقية لحاجة في نفس يعقوب، تركت فيه بقية لحاجة في نفس يعقوب. وهذه حاجة أنا ذكرتها ولكني أريد أن أكررها، وهي أن صور الكناية سواء كانت كناية عن صفة أو كناية عن نسبة، أن صور الكناية تتعدد وتتنوع وتقترب وتبتعد، وقد تكون الكناية عن شيء واحد ومع ذلك تختلف اختلافا شديدا. صور الكناية عن النسبة أو عن الصفة تتنوع وتتعدد مع صرف النظر عن كونها كناية عن معنى واحد أو عن معاني مختلفة، إنما هو نفس مبنى الكناية وجسم الكناية اللغوي هو يعتريه التقارب والتباعد والتنوع والاختلاف والتطور أحيانا، زي ما قلنا في موضوع الكلب إن لا شك أن أهر كلاها أهر كلابي أن يهر عقورها، زجرت كلابي أن يهر عقورها، ده العقل يقول لابد أن تكون هذه قيلت قبل وكلبك أنس بالزائري أو قبل جبان الكلب، والعقل يقول إن جبن الكلب لابد أن يكون قد قيل في الكلام قبل يكاد إذا ما أبصر الضيف مقبلا أن يكلمه من حبه وهو أعجمه، لأن هو مدام في الأول زجر كلبه أن يهر ثم ألف الضيفان ثم جبنا ثم إلى آخره. فجمع صور الكناية ودراسة صور هذه الكناية يمكن أن يبين لنا تطورات في الفن البلاغي نفسه. احنا أخذنا الفن البلاغي كما هو كناية يعني كناية، أولها كآخرها، تعددها كتفردها، إنما المسألة مش كده. الذين قبلنا فعلوا ذلك لأن كانت الحياة العلمية تقتضي وجود هذا لأنه كان مفقودا، الحياة العلمية تقتضي وجود هذا لأنه كان مفقودا، أما وقد وجد بين أيدينا فلابد أن نبحث فيه بحثا آخر، وأن نبين كنايات الجاهليين مثلا وكنايات العباسيين وكنايات من بعدهم، وهل ماتت الكناية في أدبنا المعاصر أم لا تزال، وما هي صورها، وهكذا يقال في التشبيه، وهكذا يقال في المجاز. كل فن بلاغي محتاج لدراسة خاصة في أزمنة خاصة لنتبين هل طرأ عليه تطور
وتغيير، وما هو هذا التطور إن كان قد طرأ، وما هو الذي كان في الجاهليين واختفى عند الأندلسيين، وما هو الذي كان عند الأندلسيين ولم يكن عند الجاهليين. لابد من الدراسة أن تتناول هذه الأشياء، لابد أن تتناول هذه الأشياء. إنما نحفظ الذي بين أيدينا هذا ضعف، هذا ضعف يزري بنا، لأن لابد الذي بين أيدينا ننميه ونقدمه للجيل الذي بعدنا وهو في صورة أوسع من الصورة التي كانت بين أيدينا، لأن العلم لابد أن يتسع. والذي يوسع العلم التدبر والنظر والبحث، أما أن أقدم للذي بعدي ما قدمه لي الذي قبلي، يبقى أنا ألغيت زماني وألغيت وجودي وألغيت هذه المرحلة. إنما لابد أن يكون هناك شيء يفعله الجيل في الذي بين يديه من المعرفة، ثم يقدمه للذي يليه، ثم الذي يليه يفعل شيء في المعرفة، ثم يقدمه للذي، وهكذا تتسع المعرفة باتساع النظر وباتساع العقول، وتتسع العقول باتساع المعرفة، لأن النظر في العلم يتسع به العلم، والنظر في العلم يتسع به العقل الناظر في العلم، فده عطاء من الله. لابد أن نمارس هذا. وأنا قلت لكم إن أنا حاولت هذه المحاولة، وحاولت إن أنا أجمع كنايات الجاهليين وأن أتبينها، ثم الكنايات الذين بعدهم، ووجهت طالب علمي إلى كتابة رسالة في كناية الجاهليين، إنما كان الذي كان. ده مقدمة لسطرين اثنين. أولاد عمر ما جاش النهاردة؟ سافر الصعيد. ها؟ سافر الصعيد. طيب مين اللي يقرأ؟ اقرأ إبراهيم، اقرأ لي أول فقرة 370. 370؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وليس لشعب هذا الأصل وفروعه وأمثلته وصوره وطرقه ومسالكه حد ونهاية. بس قف، اقرأ ثاني. وليس لشعب هذا الأصل وفروعه وأمثلته وصوره وطرقه ومسالكه حد ونهاية. ما خلاص انت فاهم، انا قلت اللي انا ذكرته في دراسة تطور الكناية وأساليب الكناية وما يتقارب منها وما يتباعد بدقة شديدة جدا جدا، ده هذا شيء واجب. عبد القاهر قال ما هو أكبر من هذا؟ عبد القاهر الذي فتح الأبواب في النهاية، في نهاية الباب قال إن صور الكناية سواء كانت عن نسبة أو عن صفة ليس لها نهاية. الله، ليس لها نهاية. هو بيطوي الصفحة، يقول هذه الصفحة التي أطويها لا يجوز أن تطوى، إنما أنا حطويها وعلى غيري أن ينشرها وأن يبحث فيها. طب الصور التي لا نهاية لها أين نجدها يا مولانا؟ تجدها في كلام العرب، تتبعوا كلام العرب تجدون صور الكناية في كلام العرب لا تتناهى. الله الله الله، ده احنا كننا بنخدع انفسنا ونخدع طلابنا لما بنقول لهم الكناية كذا وشواهدها كذا الى اخره. لا، هو لم يقل هذا، هو لم يغلق باب العلم في وجه طلاب العلم، وانما بعدما جد واجتهد قال ليس لصور هذا نهاية. وهذه العبارة تكررت كثيرا عند عبد القاهر في نهاية أبواب
وسنقرأها بعد ذلك في الباب الذي يلي هذا الباب. يقول: الصور المعاني المستخرجة من هذا الشيء ليس لها نهاية، هكذا قال في التشبيه، وهكذا قال في المجاز، وهكذا قال في الاستعارة، وهكذا قال في التقديم. في كل فن من فنون البلاغة يقول في نهايته يقول هذه العبارة، ويحملنا مسؤولية البحث في كلام العرب، مش عن استخراج كل ما فيه من الكناية، وإنما من أجل أن نستخرج ما يمكن أن نستخرجه، ثم نقول صوره ليس لها نهاية ليأتي الجيل، لأن أصل اللغة بتتجدد بتجدد الأجيال. وأنا قلت لك: يا ترى الأندلسيين كانت كنايتهم هي جبان الكلب مهزور الفصيل؟ يا ترى هم ابتدعوا صور من الكناية في بيئته؟ أصل جبان الكلب ومهزور الفصيل ده ابن الصحراء، ابن الصحراء. يا ترى ابن الصحراء هذا هاجر مع العرب إلى الأندلس، والأندلسيون قالوا جبان الكلب مهزور، تفهم كلامي؟ كلمة جبان الكلب ومهزور الفصيل دي بنت البيئة، مهزور الفصيل ابن البيئة، وجبان الكلب ابن البيئة، فهي أساليب تتغير بتغير الزمان وبتغير المكان، ولا بد من متابعتها والبحث عنها. ولذلك قلت: يا الأندلسيين كانت كنايتهم هي ايه؟ ماذا اخذوا من العباسيين وماذا تركوا؟ وعصرنا وزماننا كنايته هي ايه؟ لابد ان تكون لنا كنايات، لان دي طريق بيان في اللغه، فلا يجوز ابدا ان يختفي في اي زمن ما دام اللسان لم يختفي، هي موجوده ما وجد اللسان، لانها طريقه من طرق الإبانة في هذا اللسان. فماذا قال أهل زماننا؟ وماذا قال الذين سبقونا؟ وماذا وماذا وكلها أسئلة إلحاح تلح على العقل على أن يبينها. وكان بعض أهل العلم اللي عندهم همة وعزيمة، ولكنهم يعني يا 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 يتمنون وهم نائمون، كان يقول لي إن أنا أريد أن أبحث عن الغائب الذي أشار إليه عبد القاهر. أبحث عن إيه؟ الذي أشار إليه عبد القاهر. أقول له: توكل على الله، اجتهد. طب كيف أبحث؟ اللغة، الشعر، كلام العرب هو الذي فيه الكنايات الغائبة، فيه التشبيهات الغائبة، فيه التقديم الغائب، فيه كل ما ذكر عبد القاهر أنه لا حصر له. هذا شيء، وده مهم جدا جدا. اقرأي بقى، خلاص اقرأ ثاني مرة يا إبراهيم. وليس لشعب هذا الأصل وفروعه وأمثلته وصوره وطرقه ومساركه حد ونهاية. ما شوف، حط خط تحت الكلام ده، حط خط تحته في دماغك، وهو بيقول ليس له نهاية. احنا ما احناش عارفين غير جبان الكلب ومهزور الفصيل وقيدك في السماحة إلى آخر الذي نقوله، إنما هو يقول هذا. أين هذا الذي لا نهاية له؟ أين اجعل هذا هدفا لبحثك وعناية، واقرأ الشعر. كمل يا ابني، أنتوا فهمتوا خلاص؟ ألا قد بلغت، ما أقدرش أقول أكثر من هذا، لأني دي من أهم جذور المعرفة. لأن ده جذور المعرفة التي يجب أن تغرس في نفوس طلاب العلم الحقيقيين حتى تؤتي أكلها. يجب إيه؟ أن تغرس في نفوس حتى إيه؟ أكلها. يلا. ومن لطيف ذلك ونادره قول أبي تمام:
أبين فما يزرن سوى كريم وحسبك أن يزرن أبا سعيد. وهو شوف بقت الكناية جت إزاي بقت، هم أبين أن يزرن إلا كريم، أبين فما يزرن إلا كريم وزرنا أبا سعيد، يبقى إيه أبو سعيد فهم كلامي، يعني مسألة رياضية مسألة إيه، أبين أن يزرنا وزرنا أبا سعيد، يبقى أبو سعيد إيه. شوف شوف دلالة المعنى على المعنى، الدلالة دلالة لو قال أبو سعيد كريم لما كان كما قال، لو قال إيه، إنما هو كأنه يقول أبو سعيد كريم بدليل أنهن أبين أن يزرن سوى كريم، ثم كأنه يقول المعنى ببرهانه ودليله، يقول المعنى. ولذلك قال عبد القاهر إيه، ومن أبين ذلك، ومن إيه ومن لطيف ذلك ونذر. كمل يا ابن كمل. ومثله وإن لم يبلغ مبلغه، أيوة، قول الآخر متى تخلو تميم من كريم ومسلمة ابن عمرو من تميم. عظيم، يبقى ما دام مسلمة ابن عمرو من تميم فلا تخلو تميم من كريم. عظيم، واضح جدا. إنما ليه قال إيه وإن لم يبلغ مبلغه، وإن إيه لم يبلغ مبلغه. طب ايه اللي جعل البيت الثاني لم يبلغ مبلغ بيت ابي تمام؟ ده فاهم كلامي؟ ممكن جدا ان انا اريح دماغي واشرب شاي واتكلم واتمطع على الكرسي واقول ومن لطيف ومن لطيف ذلك ونادر. لا، وبعدين ومثله وان لم يبلغ مبلغ، وان لم يبلغ، اقول ومثله وان لم يبلغ مبلغ، حفظته وحفظها لكم، ومثله وإن لم يبلغ مبلغ. حتجد العلم كأنه يريد أن يخرج من وسطنا وأن يغادرنا، لأننا نكرره ونجهده بهذا التكرار، لأننا من غير أن نتبين. طيب لماذا كان قول أبي تمام ألطف وأبين؟ حشته، ما فيش، عبد الخير لم يقل شيئا من ذلك، لم يقل لماذا كان هذا أبين، وإنما قال إيه، لم يبلغ مبلغه. فأنا حأجتهد في الشيء الذي به لم يبلغ مبلغه، وأنت تجتهد ويتفق كلامك مع كلامي أو يختلف، المهم أن نجتهد، المهم أن نتدبر. أما الذي أراه فإن أبو تمام بيقول أبينا أن يزرنا سوى كريم، فكلمة أبينا فيها رفض وإصرار على أن لا يزرنا، ثم زرنا أبا سعيد. إنما المعنى الثاني إيه بقت يا إبراهيم؟ متى تخلو تميم من كريم؟ متى تخلو؟ ما فيش أبينا، ها؟ ما فيش الإباء، وإنما تميم لا تخلو من كريم لأن فلان من كريم. كلام جيد جدا، بس ليس فيه القوة التي في قول أبي تمام أبينا. أنت فاهم كلامي؟ ولك أن تقول خلاف الذي قلته، ولك أن، لأن هي المسألة ما فيش قاعدة، وإنما المسألة هي حس النفس الإنسانية. المسألة ما فيش إيه، ودي مشكلة المعرفة كلها، مش مشكلة البلاغة، إن تدخل الوعي الإنساني هو الذي يعطيها ويمنحها ويرفعها ويخفضها. هو الذي يعطيها ويمنعها ويرفعها ويخفضها. أبينا سماء، فكأن السائل هو أنا والمسؤول هو أنا، أسأل نفسي
لماذا كان هذا أبين وأفضل؟ أسأل نفسي، تقول لنفسي اعرض الكلامين علي، أقول لها أبينا أن يزورنا سوى كريم؟ وده قال متى تخلو تميم من كريم، فنفسي هتقول لي هنا فيه إباء ورفض وإصرار وهكذا. يبقى كأني أنا السائل وأنا المسؤول، أنا السائل وأنا المجيب. نفسي هي هي السائلة ونفسي هي المجيبة. العلم كله كده، مش البلاغة وحده هي المعتمدة على اليقظة الإنسانية، كل المعرفة معتمدة على اليقظة الإنسانية، وإذا غابت اليقظة الإنسانية فقد غاب العلم، وإن حفظت المتون وحسن الفنون. فإن غابت اليقظة والوعي الإنساني فغاب العلم، وإن حفظت الفنون وهكذا. فدي لابد أن تكون حياتنا العلمية قائمة على أساس صحيح، حتى نخرج من سرداب الظلام والتخلف العفن الذي أدخلنا فيه من أدخلونا. لابد أن نتخلص من هذا. يلا كمل يا ابن كمل. وكذلك قول بعض العرب: إذا الله لم يسق إلا الكرام فسقى وجوه بني حنيفة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. من الغيث إذا الله لم يسق إيه فسقى. مع أن الله يسقي الكرام واللئام، مع أن الله سبحانه وتعالى يسقي الكرام واللئام، إنما الشاعر كأنه بيبدع هذه الفكرة. إذا 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 كان الله لا يسقي إلا الكرام فسقى وسقى ديارهم، يبقى حسبهم كرما، لأن الله لم يكتفي بأن يسقيهم، وإنما سقاهم وسقى ديارهم. جيد جدا. ها وكذلك قول بعض العرب. يلا كمل. وفن منه غريب قول بعضهم في البرامجة. ودي بقت اللي بيشغلني أنا، وأنا في السن دي مشغول بكده، بيقول إيه وفن منه غريب. لو أنا حفظت وفن منه غريب وقلتها لطلابي وكتبتها في كتابي، يبقى أنا دجال، يبقى أنا إيه؟ دجال. إنما لازم أبحث عن لماذا كان هذا الفن منه غريبا، لماذا كان هذا الفن منه غريبا. لابد من يقول فن غريب. الله. وانت لما تقول فن غريب يبقى انت لم تقل شيئا، تبقى انت ببغاء، رددت ما قاله الناس، تبقى انت ببغاء، رددت ما قاله الناس. انما لابد ان تبحث عن اي عن الشيء الذي في هذا الشاهد جعله غريبا. والمساله مش عاوزه منك انك انت تكون فيلسوف ولا إنك أنت تكون عالم بحر، إنما عاوز منك أن تكون متدبرا، إنما هي محتاجة منك أن تكون متدبرا. والمتدبر أفضل من الحافظ، المتدبر الذي عنده القليل من العلم أفضل من الحافظ الذي عنده كثير من العلم، لأن التدبر هو الأصل في كل شيء. ولذلك الآية العجيبة الرائعة: أم على قلوب أقفالها أفلاه جعل مقابل التدبر على قلوب أقفالها. واحدة من اثنين: يا أنت من المتدبرين، يا أنت من الذين على قلوب أقفاله. أنت فاهم؟ فاقرأ لي بقى اللي هي الفن منه غريب. وفن منه غريب قول بعضهم في البرامكة: سألت الندى والجود ما لي أراكما، تا
لازم أبدأ معه كلمة كلمة. سألت الندى والجود ما لي أراكما. الله هو الندى بيسأل والجود بيجيب، والندى بيسأل ويجيب، ولا ده من المجاز الافتراضي الذي افترضت فيه أن الندى يسأل ويجيب وأن الجود يبقى؟ كأن الشاعر من أول الأمر وضعني أمام شيء غريب. ها 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 من أول الأمر وضعني أمام شيء غريب. سألت الندى والجودة ما لي أراكما تبدلتما ذلا بعز مؤيدي. ده بيسأل مين؟ الندى والجود. ما لي أراكما تبدلتما ذلا بعز مؤيد. كأن الندى والجود كان في عز مؤيد ثم صار في ذل. شفت الخيال كيف بنى المعنى؟ الندى والجود كان في عز مؤيد ثم صار في ذل. كمل يا ولد إبراهيم. وما بال ركن المجد أمسى مهدما. تاني مش الندى والجود بس، وإنما ركن المجد اللي هو أوسع من الندى والجود. مال ركن المجد يا سيدنا أمسى مهدما. قال أصبنا بابن يحيى محمد. شفت الكلام الرائع. أصبنا بمين؟ لاحظ أن ابن يحيى محمد ده من البرامكة، والذي أنزل بالبرامكة ما أنزل هم بنو العباس، وأن هذا الرساء العالي الذي يعلو به مقام البرامكة كان في زمن بني العباس. ها أن هذا الايه الذي ايه، وأنت لما العباسيين يعني يصبون على البرامكة جام غضبهم، وأنت تقول سألت الندى والجود ما لي أراكما تبدلتما وركن المجد أصبح مهدما، قلنا أصبنا باللحية، ده أنت تدخل 24 سجن في 20 أرض سفلى. لو أنك أنت العباسيين هم اللي أوقعوا بهم هذا، والشاعر يقول هذا، يقول سألت الندى والجود. ولذلك ربما ولذلك ايه، ربما كان قوة شعر الشاعر هو قوة إحساسه بأن هؤلاء قوم ظلموا، بأن هؤلاء وأن الذين قتلوهم إنما قاتلوا الندى والجود وهدوا ركن المجد. وأن الذين ولذلك بقول لك كان المفروض ان بني العباس يبنوا له سجن في 7 ارض، ولا 7 سجون في الارض، في كل ارض سجن. تفهم كلامي؟ لان ده 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 ده, ده هجوم بالغ عليهم، ولكن الناس كانوا يتكلمون بما يشاءون، ولهذا تفتحت العقول ونتجت المعرفة ووجد الشعر الرائع. لو كان الشاعر ده قد أسكته الظلم وقطع لسانه، لو أن هذا الشاعر وقطع عين ما وصلنا هذا الشعر. تاني، لو كان هذا الشاعر أسكته الظلم وقطع لسانه، يبقى كأن كل ما وصلنا من معرفة إنما كان بسبب شيء واحد، وهي حرية العقول وطلاقة الألسنة في أن تتكلم بما تشاء. أنت فاهم كلامي؟ يلا أنت فاهم حاجة؟ أنت فاهمين كلامي؟ خلاص يلا كمل يا دي إبراهيم. سألت الندى والجود ما لي أراكما تبدلتما ذلا بعز مؤيد، وما بال ركن المجد أمسى مهدما، فقال أصبنا بابن يحيى محمد. يا سلام يا سلام على الشطر الأخير ده.
شف جي بعد ايه؟ بعد الندى والجوع وتبددتما بعد العز المؤيد بالبؤس والركن المجد المهدم. فقال المصيبة اللي حدثت في هذا الوجود بضياع الندى والجود وبهدم ركن المجد هو أننا أصبنا بيحيى محمد. يلا. وما بال ركن المجد أمسى مهدما؟ فقال أصبنا بابن يحيى محمد. فقلت فهلا متما عند يا سلام. ده فهم كلامي؟ ما عشان بقول لك غريب ذلك، لان خلق معاني غريبه. لما الندى والجود قالوا له اصبنا بابن يحيى، قال طب انتوا ليه ما رحتوش في داهيه معاه؟ انت فاهم كلامي؟ فقالوا ايه يا ولد ابراهيم؟ ها؟ فقال اقمنا كي نعزى بفقده مسافه يوم ثم نتلوه في غد. انت فاهم كلامي؟ انتوا ليه ما رحتوش معاه؟ قالوا له احنا بس بناخد العزة فيه ثم نموت معه. فده الغرابة التي فحين يقول الغرابة يبقى كأننا ما عملتش حاجة يعني. انا بس لما بيقول دي من غريب ذلك، قلت ان هو لما قال لي من غريب ذلك بيوجب علي ان ابحث عن الغرابة في ذلك، فعلي ان افكر. وبقليل من التفكير وجدت الغرابة تحت الندى والجود بدلتما ببؤس بعد عز، ركن المجد أصبح كذا، مات ابن يحيى، طب انتوا ليه ما متوش معاه؟ انت فاهم كلامي؟ كأن أنا ما كل الذي فعلته هو أنني حاولت أن أفهم ما قاله الشاعر. فإذا فهمت ما قاله الشاعر يبقى عرفت الغرابة وإلى وانتهينا من هذه الصفحة. ندخل الموضوع أنا تركت البقية دي في الدرس اللي فات عشان خطر، بس يعني إيه، يمكن عشان خطر مسألة إنها لا حدود لها، دي مهمة جدا. مسألة إن صورة الكناية، ها، مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا. ومسألة إن ده ألطف وده أبين وده أحسن إلى آخره. هو كان مر بنا حاجة زي كده، زي في بنى المجد بيتا، فاستخرت عماده علينا فأعيا الناس أن يتحول. قال إيه الشيخ عبد القاهر؟ ومما هو في حكم مناسب كذا وامسون، وإن كان قد أخرج في صورة أغرب وأبدع. بس وإن كان أخرج في صورة أغرب وأبدع، إيه الصورة الأغرب والأبدع عند حساء؟ اللي هي بنى المجد بيتا، المجد نفسه اللي بنى البيت على الدمر، ما هوش المجد ألقى رحله، لا، ده المجد بنى بيت علينا واستقرت عماده علينا. وأهم من كل هذا أعيا الناس أن يتحولا، يعني حاول الناس أن ينقلوا المجد عنا فأعيا الناس أن يتحولا. تفهم كلامي؟ يبقى الأغرب والأبدع في مسألة أعيا الناس، إنما ألقى رحله في آل طلحة خلاص يا سيدي. هو أناخ عند آل طلحة وحط رحله عندهم وبيستريح، ده شيء غير أعيا الناس، شيء غير إيه؟ فهذا هو اللي زيارته. ابدأ بقت في كلام جديد 371. واعلم ان مما اغمض الطريق الى معرفه ما نحن بصدده ان ها هنا فروقا خفيه تجهلها العامه وكثير من الخاصه، ليس انهم يجهلونها في موضع ويعرفونها في اخر، بل لا يدرون انها هي،
ولا يعلمونها في جملة ولا تفصيل. شفت بقى طبعا النص ده مقدمة لما سيقول، فإذا بدأت فيما سيقول وتركت هذا النص يبقى أنت تركت محض الباب، خلاصة الباب، وأهم ما في الباب. أهم ما في الباب هو إيه؟ أن هنا خفايا ودقائق، أن هنا إيه؟ تخفى على كثير من الخاصة، تخفى على انتظر عليا شوي. طب والدقائق والخفايا دي اللي تخفى على كثير من الخاصة كيف ندركها يا مولانا؟ كيف ندركها يا مولانا؟ تدركها أنت بتدبرك في معاني الكلام. فإذا تدبرت معاني الكلام دلك معاني الكلام على هذه الغوامض، يبقى كأنك أنت مع الغوامض، ليس لك حل إلا حل واحد وهو التدبر. انتظر، وهو إيه؟ تدبر بسليقة تدرك خفايا المعاني. فإن غابت عنك السليقة التي تدرك خفايا المعاني يبقى غابت عنك المعاني، لأنه ليس هناك قاعدة تدلك على خفايا المعاني. اكتب وراي، اكتب وراي، ليس هناك ايه؟ قاعدة تدلك على، وإنما لا يدلك على خفايا المعاني إلا حسك بالبيان. فلا بد أن يكون، أن تكون ذا. وبعدين كونك في حاجة إلى حس بالبيان ليست مشكلة، ليس فقط المطلوب منك أن تقرأ كثيرا في الشعر وفي كلام العرب والأعراب، ولا تقل لي إن أنا ما عنديش الموهبة. اللي يقول لك أنا ما عنديش الموهبة ده عبارة عن إنسان تافه ويريد أن ينام، لأن الله سبحانه وتعالى أسكن في كل نفس إنسانية فطرة البيان. خلق الإنسان علمه البيان، معنى علمه البيان يعني هو علمه البيان، قال له ان التقديم بيدل على كذا، والتشبيه يدل على كذا، والكناية كذا، لا مش كده. يعني خلق فيه القدرة على فهم أسرار الكلام، أوجد فيه القدرة. فالله سبحانه وتعالى الذي أوجد هذه القدرة في واحد زي عبد القاهر، وفي واحد زي الزمخشري، وفي واحد زي فلان وعلان، أيضا خلقها فيك. إنما هم كانت منهم رعاية لهذه القدرة، وكان منك إهمال لهذه القدرة، فتجلت قدرتهم وماتت قدرتهم، فيش أكثر من هذا، فيش أكثر. فالباب ده كله وهو من أهم الأبواب، من أهم الأبواب، وهو من العجيب من الدراسة البلاغية التي أهملها المتأخرون، من دراسة عبد القاهر التي أهملها المتأخرون، من أهم الأبواب ومن أخفى الأبواب، وليس له في الإبانة عنه إلا الحس البياني، وليس له تشتغل من غير حس بياني يبطل شغل. وبعدين الحس البياني زي ما قلت لك مش خص الله به قوما دون قوم، إنما جعله شركة، وقال خلق الإنسان المؤمن والكافر والعربي والعجمي، علمه البيان، المؤمن والكافر والعربي والعجمي، وهكذا. ابدأ توكل على الله. روي عن ابن الأنباري أنه قال ركب الكندي المتفلسف إلى ابن العباس وقال له، إلى ابن العباس، إلى أبي العباس. ركب الكندي المتفلسف إلى أبي العباس وقال له إني لأجد في كلام العرب حشوة. فقال له أبو العباس في أي موضع وجدت ذلك؟ فقال
أجد العرب يقولون عبد الله قائم ثم يقولون إن عبد الله قائم. طبعا خد بالك الكندي المتفلسف يعني، وإن كان عبد القاهر يعني ناقده في هذا وقال إنه كان ممكنه يتعرف على هذا بدون أن يركب ويرحل، بس رحلته ليسأل عن شيء في كلام العرب رحلة تذكر وتشكر، رحلته ليسأل عن شيء، عن شبهة، وأنه سمع العرب يقولون عبد الله قائم، وسمع العرب يقولون إن عبد الله قائم، وسمع العرب يقولون إن عبد الله لقائم، وهما عنده سواء، فقال أرى في كلام العرب حشوا، يعني أرى في كلام العرب عبرتين أو ثلاثة تدل على معنى واحد، وهذا هو الحشو، لأن خلو العربية من الحشو كما يقول العلماء هي أنك لا تجد فيها لفظا ينوب مناب لفظ ولا تركيبا ينوب مناب تركيب، وإنما كل لفظ له دلالة خاصة به وكل تركيب له دلالة خاصة به. فالكندي رجل عقله جيد، فلما رأى ذلك ركب. طيب وبعد ركب لمين؟ لأبي العباس. الله، كأن أبا العباس كان ما يركب إليه كبار علمائنا، ها ها، كأن أبا العباس وبعدين وأنا بقرأ بقى قول البحتري رأيت أبا عباسكم هذا، يعني أحس أن البحتري برضك يعني كان في نفسه شيء، لأن أبو العباس كان يركب إليه الناس، أنت فاهم كلامي؟ فلازم أنت تفهم كويس جدا عشان تقرأ وتفهم عشان تعي وتعقل. ولذلك أنا لم أجد أحد هاجم البحتري كما هاجم أبو العباس ثعلب كما هاجمه. وبعدين بحثت فوجدت أن أبو العباس كان بينه وبين صاحب الكتاب الكامل المبرد شوية خلافات، وأن البحتري كان صديقا للمبرد، وأن البحتري مدح المبرد بقصيدة هي في ديوانه، فحسيت فعرفت أن هذه النفس الإنساني، دي أحوال النفس الإنساني وإلى آخره. فأنا ذكرت هذا لأن عبد القاهر سيقول إن المتفلسف مخطئ، لأن كان أمامه طريق للمعرفة، كان إيه؟ من غير ما يروح ويسأل كان يبحث هو، وبين لنا كيف كان يبحث. يلا. فقال أجد العرب يقولون عبد الله قائم ثم يقولون إن عبد الله إن عبد الله قائم ثم يقولون إن عبد الله لقائم، فالألفاظ متكررة والمعنى واحد. شفت؟ أو ده حشو، يعني ما معنى؟ ما هو بقول لك إيه، أجمع العلماء على أن العربية خالية من الحشو. إيه معنى الحشو؟ ما هو لازم أهو ده هو الحشوة، الحشوة أن يكون فيه كلمتين يستغنى بواحدة أو تركيبين أو ما شئت، وإنما كل كلمة لها دلالة لا تدل عليها غير هذه الكلمة، وكل تركيب له معنى لا يدل عليه إلا هذا التركيب. خلاف هذا هو الحشو. ولذلك أعجبني عقلية الكندي، خلاف هذا هو ليه؟ هو الحشو. فقال أبو العباس بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ. جيد جيد جيد. فقولهم عبد الله قائم إخبار عن قيامه. أيوة. وقولهم إن عبد الله قائم جواب عن سؤال سائل. وقوله إن عبد الله لقائم جواب عن إنكار منكر. عظيم، بس انتهينا.
ولاحظ ان باب اللي هو البلاغيين لم يزيدوا في هذا الباب عن كلام أبي العباس. قالوا إنه المخاطب إما أن يكون خالي الذهن فلا يحتاج إلى إنكار، وإما أن يكون مترددا فيحتاج إلى توكيد، وإما أن يكون منكرا فيحتاج إلى. وكلمة أبي العباس هذه التي قالها للفيلسوف هي التي بني عليها بيان أحوال الخطاب في كتب البلاغة، التي جيد جدا، مع أن عبد القاهر استفسدها، مع أن عبد القاهر مش استفسدها يعني استحسنها، ورأى أنها نقطة في بحر، ورأى أنها نقطة، لأن دلالة إن لم أقرأ دلالة إن في كلام كما قرأتها في كلام عبد القاهر سعة ودقة وبراعة. عجب عجب. ولذلك ده درس جهلته البلاغة المتأخرة وجهلته الأجيال، اللي معاني إن، معاني إن. عجيب كيف كان هذا بين أيدي العلماء وسكتوا عنه. الجواب عندي أنا لما أسأل كيف كان هذا بين أيدي أصحاب التلخيص وسكتوا عنه، الجواب عندي إن أصحاب التلخيص اهتموا بالأبجديات التي تقدم للتلميذ المبتدئ، أن أصحاب التلخيص اهتموا بالأبجديات بس، فكأن البلاغة التي بين أيدينا في الإيضاح وغيره هي التي كتبها علماؤنا للمبتدئين، احنا جعلناها للمبتدئين وللمنتهين. يبقى احنا اللي غلطنا مش هم اللي غلط، يبقى احنا اللي أخطأنا، لأن هم أعدوا وجبتها طعام علمي للمبتدئ، فأنت جعلتها للمبتدئ ولطلاب الجامعة وللباحثين إلى آخره، فهذه قضيتك أنت وليست قضيتهم هم. يلا يلا يا إبراهيم. وإن كان الكندي يذهب هذا عليه حتى يركب فيه ركوب مستفهم أو معترض، فما ظنك بالعامة ومن هو في عداد العامة ممن لا يخطر شبه هذا بباله؟ يعني ده كل كلام فيه تقدير لمكانة الكندي العلمية والعقلية، يعني رغم أنه بيأخذ على ركوبه إلا أنه يقول هذا الركوب لا يليق بك. ها ها، هذا ليه؟ لأنه كان يمكن أن تصل أنت بدون هذا الركوب، فهو وإن كان يلومه على ركوبه فهو لا ينسى فضله ومكانه. يلا قبلها يقول قال فما أحار المتفلسف جوابه. أيوة. واعلم أنها هنا دقائق، لو أن الكندي استقرى وتصفح وتتبع مواقع إن ثم ألطف النظر وأكثر التدبر لعلم علم ضرورة أن ليس سواء دخولها وأن لا تدخل، فأول ذلك وأعجبه ما قدمت لك ذكره في بيت بشار بكرا صاحبي. ابدأ تاني من الأول، ابدأ تاني من الأول. واعلم أنها هنا دقائق. لا لا لا، بعد الكندي. فأول ذلك وأعجبه ما قدمت لك ذكره في لا بيت بشار. لا اقرأ يا ود. وإن كان الكندي فقد تكررت الألفاظ يا ود مشكلة. لا هات من فقرة 372. واعلم أنها هنا دقائق، لو أن الكندي استقرى وتصفح. أيوة أهو شفت بقت، شفت بقت يا ولد، شفت بقت يا ولد، بيبين لنا كيف نستخرج أسرار البيان
وكيف استخرج هو أسرار البيان، وهو تتبع كلام العرب. لو أن الكندية إيه؟ استقرأ وتصفح أيوة وتتبع الواقع أيوة إن. ثم أعد لي تاني العبارة. لو أن الكندية استقرأ وتصفح وتتبع مواقع إن، ثم ألطف النظر وأكثر التدبر. أنا شفت إزاي بقت؟ لو أنت حفظت ده هم تبقى أنت في لست في حاجة إلى سماع درس ولا إلى الجلوس بين يدي أستاذ. لو أنت حفظت هذه الكلمات، ايه اللي كان يفتح باب المعرفة امام الكندي ويستغني به عن الرحلة الى ابي العباس؟ لا، اقرأ للثلاث كلمات استقرأ وتصفح وتتبع. طب مش هم دول الثلاثة؟ ممكن ان انا اكتفي باستقرأ وتتبع وتصفح، إلا أنه أراد أن يؤكد على هذا، أراد أن يؤكد على الدقة في استقراء كلام العرب والبحث الطويل في شعرهم وفي نثرهم عشان تستخرج كلمة إن. يعني امسك الدواوين الجاهلية وطلع منها كلمة إن، وتصفح كلمة إن، ثم إيه ده ألطف النظر أيوة، ثم ألطف النظر وأكثر التدبر. شوف شوف شوف، ألطف النظر أهي، هي دي أهي كلمة ألطف النظر دي. والله لو وعيناها لتقدمنا، ما هوش لفهمنا البلاغة، وإنما لخرجنا من ظلمات التخلف إلى نور الأفضل. ألطف النظر، والله ما ألطف النظر واحد وخاب، ما ألطف النظر واحد وخاب. وأكثر التدبر، شفت يا ولد، امسك الكلام ده وتشبث بيه واعلم ان هم بيدلوك على الطريق. حاول انك انت تنظر بنظر دقيق. معنى ألطف النظر يعني انظر نظرا دقيقا تقع فيه على الخفايا واللطائف. بعد خلاص هاجمع مواقع ان في كلام العرب. هاجمع ايه؟ أمامي أساليب إن في كلام العرب، ثم عقلي أنا يتدبر أساليب إن في كلام العرب، ثم يستخرج عقلي أنا معاني إن في كلام العرب. ولا تركب حمارتك يا سيدنا الكندي، ولا تبحث على ابن العباس ويقول لك كذا فما تجد جوابا ترده به عبدا. أنت فاهم كده يا أولاد؟ في كلام العلماء نصف سطر يفتح آفاقا للمعرفة لا حدود لها. وابحثوا عن هذا، والنصف سطر هنا هو الذي أقوله لكم. تصفح واستقصي وتتبع، ثم ألطف النظر وتدبر. تريد أن تدرس التقديم، افعل هذا، تصفح التقديم في كلام العرب ثم تدبر. تريد أن تدرس التشبيه، افعل هذا، اجمع التشبيه وهكذا. أي شيء حتى في غير البلاغة، أي شيء تريد أن تصل فيه إلى حقائق علمية جيدة اجمعه وتدبر فيه. أي شيء تريد أن تصل فيه إلى حقائق علمية جيدة اجمعه وتدبر. تفهم كلامي؟
ولذلك بقول ان ده بيعلم العقل مش بيعلم علم البلاغه. بيعلم ايه؟ العقل، وليس يعلم علم البلاغه. يعلمك العلم في اي علم تشاء. اجمع وتدبر. وليس للعلم ثالث. كنت في البلاغه، كنت في التاريخ، كنت في الجغرافيا، كنت في اي علم من العلوم، اجمع وانت يلا. انت فاهمين كلامي؟ انا بقول لكم ان انا بقى برأ ذمتي، يعني انا ما تسالنيش عن املي، لان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. انا كل اللي بحاوله ان اغير ما في نفسي، واغير ما استطيع تغييره من نفوس طلاب العلم. اما تغيير الحال فهذا بيد الله، لا يغيره حتى يغيروا ما بانفسهم. ولذلك انا ما بيهمنيش ان يقول لك والله انت بتبني وغيرك بيهد، يهد، لان الله هيحاسبني على البنايه بتاعتي، ويحاسبه هو على الهدف بتاعه. لا تقل لي انك تبني وغيرك يهدم، لا تقل لي هذا، ولا تخذلني بهذا، ولا تسكتني بهذا، لاني مطالب بان ابني. ثم ياتي غيري يهدم، يحاسب الله من بنى ويحاسب الله من هدم. بس انتهت المساله. يلا. واعلم ان هاهنا دقائق لو ان الكندي استقرى وتصفح وتتبع مواقع إن ثم ألطف النظر واكثر التدبر لعلم علم ضروره ان ليس سواء دخولها والا تدخل. ايوه نعم. فاول ذلك واعجبه ما قدمت لك ذكره في بيت بشار: بكرا صاحبي قبل الهجير ان ذاك النجاح في التبكير. وما انشدته معه من قول بعض العرب: فغنها وهي لك الفداء، يا سلام، ان غناء الابل الحداء. طبعا احنا ذكرنا الكلام ده قبل ذلك. بكرا وقول خلف له وقل فان ذاك النجاح، وبعدين بكفايه كده بقى خلاص مش هقدر اتكلم.